يجيبني هنا، وكنت أخاف أول مرة أسوق. وبعدين بعد أيام تمكنت إني أكون أسرع. أخوي محمد كان أول بداية يعني ما يسمع الكلام قبل يعني، بعد مرور الأيام قمت أعلمه شوية، فقام يتحسن، فقام الحماس يجي أكثر وأكثر، ويعني حتى يعني الثقة صارت فيه. شهاب الحبسي ومحمد الحبسي مش مواهب عمانية فقط، مواهب عربية في رياضة السيارات واعدة جدا لنا، ويعني الحين يشاركوا هم مع أبطال خليجيين وعرب آخرين، وما شفنا حد على المستوى اللي هم فيه أو يعلاهم المستوى. كسبت خبرة كبيرة من الكارتينج وسباقات الكارتينج بسبب عندي 3 أولاد في كل مرحلة شخص. أبوي أذاك وداني السيارات هنا، هو علمني كيف أسوق سيارات، خلينا أشوف في الكمبيوتر. أبوي راح الإمارات، كانت هناك في بطولة تويوتا إكس ماكس تشالنج، وكان أخوي سابق. بعد فترة أنا قلت حال أبوي، قلت له أني أنا أريد أسابق مع أخوي. مميزات محمد كان ما شاء الله عليه، كان يعني في السباق يعني يتغير كليا، يعني كأنه ما هو الشخص اللي يسوق في التدريب، يعني يدافع يعني في الحلبة يدافع ويسوق، وهذا الشيء صعب انك تدافع ويعني تحارب. شباب طموحين جدا، خلقهم طموح، عندهم شغف للفوز، كذلك عندهم الخبرة او الدراية المنزلية عن الرياضة. اللي اقصده ان عندهم والد يعشق الرياضة ويتبعها عن قرب من هم اطفال. علمت محمد على أساس أنه هو يتعلم من شهاب اللي هي الصح والغلط، وإيش اللي كان ممكن يسويه على أساس أنه يتقدم ويكون في المراكز الأولى. عبد الوهاب ماخذ أفكاره من نفس الشيء من عند محمد وعند شهاب، على أساس أنه يكون نفس الشيء هو بطل لما يشوف أخوانه أنه يكونوا في منصة التتويج. أول مشاركة حالي كانت في العين، والحمد لله تمكنت إني أكون الثالث، وكان معانا بعد مشاركة في بلجيكا، والحمد لله تمكنت إني أخلص في سباق واحد الأول.
الوالد كان دعمنا معنويا الوالد ما يقصر الله يخليه، وخلينا نركض وبعد نسوي يعني بوش اب وهذا يعني كتمرين حال اللياقة والصحة عشان في الحلبة ما تتعب. بالنسبة لمحمد ما زال صغير، راح يشارك في البطولات المحلية والإقليمية الموجودة في الإمارات، بطولتين في الإمارات. بالنسبة لشهاب فشهاب عندنا برنامج له أوروبي إن شاء الله السنة القادمة، إن شاء الله يرى النور هذا البرنامج، وهذا البرنامج برنامج واعد جدا راح يطور شهاب وراح يرفع من مستوى إلى مستوى عالي جدا إن شاء الله. أحس إن شاء الله 2016 بتكون منافسة قوية ما بين بطولة اللي أنا سويها تو هي في دبي، وإن شاء الله أنا تو ما متصدر البطولة بس الحمد لله أخوي متصدر البطولة يعني الأول بمسافة، فإن شاء الله أن أكون أتصدر البطولة بس لازم أركز في السباقات أكثر وما أخطأ أكثر. تعرف أن الأساس هي الدراسة بالنسبة لهم، ونحن عندنا شرط بالنسبة لهم، إذا فلحت في الدراسة تفلح في الكارتينج، وإذا تريد تكون شاطر هنا لازم بتكون شاطر هنا. نحن نتابع السباقات الفورمولا 1 مثلا والسباقات اللي برا مثل الكارتينج كما ما تقول، يعني نتناقش وش يصير فنتعلم وش هما الأبطال وش يفعلوا يعني في الحلبة. نريد الإعلام، ما نريد نضغط على الإعلام، نريد يكونوا هم نجوم الإعلام يتتبعهم بدل ما هم النجوم يتتبعوا الإعلام مثل ما حصل في السابق. الفكرة مع الشباب إنه لا نستعجل على الإعلام، الإعلام إن شاء الله يأتي من خاطر نفسه.